Mosaïque FM Podcast. ما في ساعتين ودرج هذه موسيقى فيم. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس رسمي البطولة الوطنية في نسخة 2012-2013. مش تنطلق يوم 4 نوفمبر. الموعد الجديد مبدئيا هو 10 نوفمبر. علاش وكيفاش؟ الأستاذ طاهر خنتاش رئيس لجنة التنظيم في الجامعة التونسية لكرة القدم موجود معنا. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. مرحبا مستمعين موزايك. التأجيل علاش؟ فعلا قطاع اجتماع اليوم بمقر وزارة الرياضة جمع جميع الأطراف المتداخلة في اللعبة, رجال الأمن بجميع أصنافهم اليوم حضور أمني مكثف واستثنائي, من يهمه الأمر من رؤساء جامعات كرة القدم والرياضات الجماعية الكل. الوزارة كانت حاضرة, الناس كل كانوا حاضرين. الاتفاق على تأجيل انطلاق البطولة لأكثر من سبب, أولهما هو صلاحية الملعب. تم تقارير جاءت على مستوى الولايات وعلى مستوى البلديات وحيلت على الأمن وحيلت على سلطة الإشراف, تؤكد أن أغلبية الملاعب غير جاهزة لاستيعاب الجماهير في انطلاق البطولة بعد أيام. وعن الظرف استثنائي تمر به تونس, لكن حتى الملاعب زاد حالتها استثنائية. تم تخوف من حضور جمهور في ملاعب أمور الأمنية فيها مش متوفرة. تم قراءة أولية هو تأخير انطلاق البطولة بعد أسبوع, وعلى ضوء تحسن طاقات الاستيعاب والملاعب في الأيام القليلة القادمة سوف يتخذ قرار ثاني من الأسبوع آخر إن شاء الله في معنى أقصى الحالات لرجوع الجمهور إلى الملاعب. الرجوع أستاذ نعم. بربي لحظة, لأنه مهم جدا أنه نتساءل, الناس اللي تهمها مصلحة الملاعب وصلوحية الملاعب وتجهيز الملاعب وينهم؟ مش قاعدين يعملوا؟ علاش ما حضروش الملاعب؟ والله ثم رؤية وثم قراءة الموضوع. نحن نكون واقعين شوية, معناها القراءة الأمنية كانت صحيحة المرة هذه, وثم تخوف واجب على الأمن وعلى كل مسؤول رياضي. احنا قبل كان ثم سياسة ليسي باسي, خلي هكاكا تنصلحو تنخلطو ورقة تنشوف. ثم ملاعب اليوم ما تنسمش تحتضن حتى 2000 متفرج يحضروا فيها 8 و10 و15 ألف. ثم مدارج مكسر, ثم بطوات تتعذو مهدد بالسقوط في ملاعب كبيرة. ثم اليوم تقارير جات مستفيضة ومبينة, ثم يقول لك خويا نلعب مقابلة فيها 8000 متفرج نسخر لها 4-5000 عون أمن, وثم حجارة بداخل الملاعب وخارجها. عن القراءة الأمنية والتخوف من حصول كارثة وارد, ما شفنا احنا مقابلات في تونس تتلعب بجمهور واحد وصار فيها بعض الكوارث. على كل يقول لك اعطيني الحماية للجماهير الحاضرة بدرجة أولى, حنا نحميه الجماهير من بعضها وبعد نحميه البقية. عن التخوف أنا حسب قراءتي الخاصة تخوف لازم هذا, ونستناه في اختيات وقت. تقول لي أنت, قل لك بطولة مزاك وقفة الأخرى, وتقول لي كيفاش كانوا يلعبوا, ونقول لك كانوا يلعبوا وخليهم يلعبوا. اليوم يقول لك حتى زيني تقرير مستفيض من يهم الأمر. اللجنة هذه متكونة من أعضاء من الحماية المدنية, من الأمن الوطني, من سلطة الإشراف, وزارة الرياضة, كلهم يقدمون تقرير كون الملعب جاهز. خاطر إلى حد اليوم ثم كان 3 ملعب جاهزة, هي ملعب ردف وملعب حمام سوسة وملعب المسير. فيما عدا ذلك الملعب الكل تشكو من نقص كبير في الحماية للجماهير. وقداش بستوعب الملعب هذه, زاد قراءة أخرى في الأيام القليلة القادمة بشقة حصرة ما بين سلطة الأشراف ووزارة الداخلية. سؤال أخير, البطولة باش ترجع بالجمهور وإلا لا؟ بحول الله, إذا كان الاستثناءات هذه والنقائص يقع في الأيام القليلة القادمة, يعني في غضون أسبوع تجاوزها بنسبة متفاوتة, يمكن ما يكونوش الملاعب كور جاهزين, يمكن حاضرين 70-80% منها, على ضوء يتخذ القرار في تعيين بعض المقابلات يمكن في غير الأماكن متاحة. معناها ممكن ياسر ولاية أو جمعية تلعب في ولاية ثانية يكون ملعب فيها صالح. وفضلا على أنه الحضور باش يكون تدريجي وفي إجراءات معينة. على كل تم فكرة سنة ثانية اليوم ماشيين فيها كتوجه عام, هو السن القانونية سوف تطلع يمكن 20 سنة, وبطاقة تعريف رياضية هذيك تعرف بصاحبها يفضل إلى بطاقة تعريف وطنية تبين فيها السن القانونية اللي هي 20 سنة. وبطبيعة الحال سوف لا يكون الولي مصحوبا بأبنائه, والأمور معناها الأمنية سوف تكون حثيثة. دونك الخوف وارد, والصرامة سوف تكون مستقبلا أكثر من العادة. واضح. شكرا حاجة. شكرا للأستاذ طاهر خنتاش رئيس لجنة التنظيم في الجامعة التونسية لكرة القدم. ورسميا البطولة تأجلت مش يوم الأحد 4 نوفمبر, إنما يوم 10 نوفمبر مبدئيا في انتظار اجتماع الأسبوع القادم.
رسمي الترجي باش يسافر في رحلة خاصة إلى مصر يوم الجمعة 2 نوفمبر، رحلة مباشرة إلى مدينة الإسكندرية ومش يلعب مباراة ذهاب الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية مع الأهلي المصري يوم الأحد بتبيع 4 نوفمبر 6 بتوقيت تونس. التمرين اليوم حصة في البارك بي 6 في نفس توقيت المباراة، غدو زوز حصص، غدو كذلك المؤتمر الصحفي للمدرب نبيل معلول. نذكر من جهة أخرى اللي في انتظار اللقب الترجي ضمن 1.5 مليار في الكاسة متاع 950 ألف دولار بوصول إلى الدور النهائي. الفائز في باللقب بالمجموع المالي اللي ياخذه هو 2 مليار و237 ألف دينار، أي يعني هو تقريبا يعني بالعملة التونسية متاعنا 1,425 دولار بتبيع 2,237,000 ألف دينار بفلوسنا حتى نسهل العملية إذا كان الترجي إن شاء الله يفوز باللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي. المنافس وأخبار مش حلوة بالنسبة للأهلي المصري. إصابة حارس الأهلي شريف إكرامي بالتواء في الركبة اليوم الصباح، غدو يعمل فحص برنين المغناطيسي لتحديد الإصابة وتأثيرها على مشاركته في مباراة الأحد القادم ضد الترجي. من جهة أخرى ضعفت إدارة الفريق منحة الفوز في مباراة الذهاب لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية. وبالنسبة لحسام عاشور يرجع غدوة للتمارين.